كيف ما تنعرفوا ان الرياضه في الفصل ديال الصيف كتختلف على جميع الفصول، وكتختلف بزاف على النمط ديال التدريبي وكذلك النمط الصحي وفيزيولوجيا ديال الجسم. ان في الفصل ديال الصيف فيزيولوجيا ديال الجسم كتغير بزاف بالنسبه للعداء وخاصه الرياضيين. علاش؟ حيت كيكون دوز واحد العام ديال السباقات على العدو الريفي، على السباقات على الطريق، كذلك داخل المضمار. يعني هاد الامور هادي اللي كتكيف على العداء وكتخلي العداء انه يدخل في واحد المرحله ديال لافاتيك. يعني فاش كتوصل للمرحله ديال الصيف او ارتفاع درجات الحراره، العداء كيدخل في ديك المرحله ديال لافاتيك. هنا خاصو يعرف كيفاش يجري ديك لا بيريود ديال لافاتيك. لا فاش كتدخل في البيريود ديال لافاتيك راه خاصك تجيريها. يعني الا ما عرفتيش كيفاش تجيريها، يعني فاش غادي تسالي ديك لا بيريود ديال لافاتيك راه اوتوماتيكمون كتدخل في الاعداد للعام، يعني في البريباراسيون جينيرال. يعني الا ما عرفتيش كيفاش انك تجيري في ديك لا بيريود ديال لافاتيك راه ما غاديش تقدر تدخل في الاعداد العام، حيت غادي تلعب على لافاتيك وغادي تدخل في الاعداد العام، ما غاديش تقدر انك تسير الايقاع. كيف ما تنعرفوا ان الاعداد العام ديال العداء كيكون قاصح بزاف، كيكون مبازي بزاف. يعني انت خاصك تكون موجد ليه بواحد الطريقه اللي كتكون عقلانيه وكتخليك انك تسير داك الاعداد العام بواحد الطريقه كذلك عقلانيه. اذا كيف ما تنعرفوا ان الرياضه في الفصل الصيف كتختلف على الفصول الاخرى، كيف ما تنعرفوا الفصل ديال الخريف كتكون كذلك واحد لا بيريود مختلفه في الجري، الخريف، الربيع. المهم هاد الفصول كاملين عندهم واحد الطريقه ديال الجري، حتى كذلك الفصل ديال الصيف كتكون عنده واحد الطريقه ديال الجري اللي كيكون تيمتز بها. اول حاجه هي ان التوقيت ديال الرياضه كتختلف. يعني اول حاجه خصك تريني في واحد الجو اللي كيكون فريش، يعني واحد الجو اللي كيكون رطب، واحد الجو اللي كيكون ما سخون ما بارد، يعني كيكون معتدل، وخاصه مورا الفجر. مورا صلاه الفجر احسن توقيت بالنسبه للعداء اللي باغي تريني واللي باغي يكتسب واحد لا فوليوم او واحد يكتسب واحد لونديرونس. يحاول دائما الحصص ديالو او لي فوتينغ ديالو يكونوا مورا الفجر. علاش مورا الفجر؟ اول حاجه كتكون ناعس مزيان، كتكون واكل مزيان، وكتكون كذلك على معده فارغه اللي كتخليك انك تعزز من انقاص الوزن، وكل ما نقصتي الوزن كل ما كطلع لك لا فورم. يعني مورا الفجر حتى طلوع ديال الشمس هذه كتكون احسن توقيت بالنسبه لممارسه الجري وخاصه لي فوتينغ وخاصه بالنسبه للعداء اللي باغي ينقص من الوزن او يزيد من لا فورم. وكذلك التوقيت الجيد هو اللي تيكون ما بين مور العصر حتى الصلاه ديال المغرب، يعني واحد ساعة تكون قبل المغرب. يعني فاش كتكون الشمس يلاه كتغرب والجو كيكون بارد، يعني في ديك الساعه العداء خاصو يدير لي فوتينغ ديال لونديرونس ويدخل معاهم شويه ديال لي تيرمو وشويه ديال لا بي بي جي. يعني كل ما خدمتي شويه ديال لا بي بي جي كتخلي الجسم ديالك انه يحافظ على هذيك لا فورم اللي كان عليها في السباقات او اللي كان عليها في الفصول الاخرى. كيف ما تعرفوا ان العداء فاش يدخل في المرحله ديال لا فاتيك راه كينقص بزاف ديال لا كاباسيتي ديال لونطريمون. يعني حاول انك تريني خفيف وما تخليش ان الضغط ديال القلب يزيدوا يقصحوا. يعني حاول انك تنقص من الضغط ديال القلب، وحاول انك تنقص من النيفو ديال التدريب. يعني الماكسيموم تمشي 50% حتى 30% من التدريب. يعني تحاول انك فقط دير لي فوتينغ ما بين 35 دقيقة حتى 45 دقيقة، والماكسيموم يكون فوتينغ خفيف. وحاول انك تكثر من لي زيتيرمو، يعني الحركات حاول انك تجبد مزيان، وحاول انك الماكسيموم تدخل واحد جوج حصات خفاف ديال لا ميسكيلاسيون. الا ما عندكش الوقت ديال لا ميسكيلاسيون حاول انك تدخل الحصص ديال البي بي جي، باش هكا كتخلي الجسم انه يحافظ على هذيك الوتيره اللي كان عليها في السباقات. وهكا حاول انك تجيري لا فاتيك ديالك في ديك المرحله ديال الصيف. حاول انك ما ترينيش قاصح، تريني خفيف، كثر من لي زيتيرمو، كثر من شرب الماء، نعس بكري، حاول انك تنقص من لا فورم ديالك، وحاول انك تنقص بعض الوزن الا كان عندك زايد. كيف ما تنعرفوا ان العداء الا نقص غير واحد 2 كيلو حتى 3 كيلو في السيمانه راه مزيانه ليه. يعني العداء كل ما نقص من الوزن كل ما كتزاد لي لا فورم. وكذلك كيف ما قلت لكم الاهم حاجه هي نقص من الوتيره ديال التدريب. يعني في الصيف كيف ما تنعرفوا الا نقصتي من الوتيره ديال التدريب راه غادي تعرف تجيري لا فاتيك ديالك. يعني بزاف ديال الناس تيشوف في الصيف انه كطلع لي لا فورم كيحرق ديك الفورمه. يعني ما تحرقهاش، وحاول انك تنقص من لونطريمون وتكثر شويه من النعاس. يعني حاول انك تنعس واحد الماكسيموم 8 سوايع حتى 9 سوايع، وهكا غادي تقدر تجيري لا بيريود ديال لا فاتيك في ديك المرحله اللي غادي تكون انت مستعد فيها باش غادي تدخل لا بريباراسيون فيزيك جينيرال. وشكرا لك.